مرحبا بطل. شو وين امك؟ وجع راسها. مرحبا امي. خير؟ شو بكي؟ وعم تساليني شو بني؟ للممات، هم كل للممات. امي لاني اول وحده ولا اخر وحده بتفسخ خطبتها، يعني مو احسن ما ارجع لك مطلقه؟ ولي على قامتي عم تحكي بالطلاق قبل ما يصير الجواز؟ هذا انتي المأدبة المرباية؟ ريتو ما كان يوم اساسا ما انتزعت اخلاقك غير يوم اشتغلتي هالشغلة المعدة. شغلتي معدة وما رح اتركها، مو يضرب عريس، يضرب مليون عريس. وابوكي؟ هي علينا لسه بتهدديني بابي، خلصنا بقى. اليومين عم خمس رايات، اي والله ما يدرى ابوكي ليقيم الدنيا وما يقاحدها. انتي ما عليكي، ارتاحي، خلص انا بحكي معه. مستتورة، مستتورة، دور وفلتان. هاتي. مرحبا امي. الحمد لله على السلامة، كنت خبرنا انك جاي، كنا لقينا لك بالمطار. وانت شو عم تساوي عندك؟ عم بسقي زريعة. وسقيت زريعة بدها تلبسيلها مزهر وتحطيلها حمرة؟ ما بدك تبطليها العادة؟ انو عادة؟ عادة تنصبي الحمرة على وشك وتوقفي قدام الناس. شرفي تفضلي فوتي لجوا. مرحبا فيروزي. أهلين. شو بكي خير؟ شو في؟ عمي محي الدين وصل من السفر وعم يأزز بلكون ستي زهرية، شاف عم تسقي زريعة وهي حاطة حمراء، قام جاب عمال يأززوا البلكون ويسكروا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بدنا همة يا شباب، عجولنا شوي الله يرضى عليكم.
حرف الألف ألف المحبوب لحضيني والباب لاني بحبه آه يا ضي عنيا درت العرب والعجم والترك يا زيني شاهدتهم ما حلي مثلك بعيني والتاء تمك سبحان من صوره يا زين والثاء سوسحتني وأجريت دمع عنيا جسمي نحي ودمعي على الخدين رائب إلهك وشوف اللي جرى لي. وكيف تستقبلوه بالبيت وبالمصير الأمور رسمية؟ كان لازم تنتظروني قبل ما تعتمدوا وتقرروا وتبلشي تطلعي وتفوتي معه قدام الناس، ولا ما بصير بلا فضايح؟ تحتمك على الخير يا محدين، من أولا بلش. بدك ياني ما حاسب بنتي إذا غلطت؟ حاسب بنتك؟ على شو؟ وليش؟ بعدين مين قال لك إنها غلطت لحتى تحاسبها؟ بنتك كبرت يا محدين وصارت أتحالها. بدي أفهم منها هي. شو بدك تفهم يا أبو رياض؟ تأدبي يا بنت. شو طلعت عن أدبي؟ سميتني رياض مع أني بنت لحتى تضل العالم تنادي لك أبو رياض. أنت قليلة أدب. بنتك تربيتي. الظاهر ما عرفت تربي. ولك ربيتها مثل ما ربيتك. أمي. أمي رياض. قومي افتحي الباب وسلمي على عريسك واستقبليه بالأهلة والسهلة. تذكري إنه الضحكة بتخفي 77 عيب من ناحيتين بس. مساء الخير. سهرة. بابا رياض المرادي. تشرفنا. تفضل ارتاح. بحكم انه وقتي ضيق وصعب مدة فترة وجودي هون، فأنا بشوف ما في لزوم للمماطلة. طالما الأمور متفق عليها والقبول موجود فخير البر عاجل. أنا ما عندي مانع أبدا. نقد بنتي 7 دراهم فضة مقبوضين والمتأخر 1,000,000. وبالنسبة لملبوس البدن أنا ما بشترط عليك شي، وطالما نحنا ما رح نعمل حفلة خطبة فما في لزوم لحفلة العرس، يعني حفلة ضيقة من قريبه وصلى الله وبارك. اللي بتريده أنا جاهز. معي أسبوع 10 أيام بالكتير، وممكن من خلاله نتفق على يوم كتب الكتاب والعرس، وعلى بركة الله. ما غمضت لي عين لو النوم بينشرق كنت اشتريته. أنا اليوم كبره وبعرف شغلي معه. ما شاء الله ما شاء الله، القالب غالب. افتلي افتلي افتلي. تمام. كيف شايفتي يا أختي؟ مثل الصلاة على النبي. إنه قديش خيطت بدلات عرس على إيدي، بس لا بحياتي ولا بزماني تيسرت بين إيدي بدلة مثل هاي. سبحان الله، عقدتها كسرة من أولها. شايفة هالبدلة هاي؟ إلنا زمان عم نشتغل فيها، كل ما منشك فيها خيط بإبرة بتتعسر يا حبيبي هالرب. حتى تسليمة تعسر. كان المفروض يجوا أصحابها من يومين ياخدوها، بس لا فتحوا تليفون ولا دهدروا لعنا ولا قالوا لنا وينكم. هذا لما بتكون الوحدة حابة عريسة بتلاقي الإبرة عم ترهج رهج فوق القماشة البيضة. أما لما بتكون نص وحدة وما لها خاطر كتير بالجوازة، سبحان الله بتصير الإبرة تقيلة بين اللقطة واللقطة والدرزة والدرزة، كل طلقة براحة ربي الفراش. فوتي شلحية على مهلك، واليوم المساء بتكون على تختك يا عروس. قلتيلي بكرة العرس؟ اي نعم، حفلة صغيرة عالضيق. يه 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 يه، وليش عالضيق؟
عروستنا لا لا أرملة ولا لا مطلقة ولا لا ضافرة شيب. إذا اللي مثلها ما صار لهن عراس وضني ورني مين خرج يصر له؟ المهم عندي إنها تلبس البدلة البيضة. البدلة البيضة هي العرس. ليش البكي؟ شو بنا؟ صاحبي طلعت البنت من البيت. استوحشت لك من هلا. البيت رح يفضى بلاكي. طيب خلص بلا غلاظة مسحي دموعي. بلا مسحي دموعي كلها. روح افتحي الباب. يلا. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. تفضلي فوتي. ما بدي الهي العروس، بيجي بوقت ثاني. سلمي. الله يسلمك. جابوا البدله؟ ايه. حطيها على تختي، حطيها على تختي، وروحي لعند رياض صعديها بضب الاواعي. ست مكرم جابت لك البدله، بدي تعي ساعديني هلا وبركة الحكي. تعي يلا. بكي مرتين بحياته، مرة لما تجوزت وطلعت من بيته، ومرة لما جبت صبي. أخواتي تركانو يلدس إجت اسمتهم وفتح نصيبهم وتستتوا على بكير بيت جوازهم وصاروا يجيبوا بنات، وأنا صفيت وليفة أبي وعلى قولت يا زهرية ويا زهرية ويا زهرية ويا زهرية. وكل ما أمي تقول ندق الباب وإجوا خطابين لزهرية، أبي يغضب ويحمروا أدني ويقل بنات للخطبة يوك. بس بالآخير كان لازم وضب حالي وضب إجتي وأطلع من بيت أبي. ولما بلشوا يخيطوا البدلة البيضة وشيكشكوها داير من دار باللولو سحل عقلي، وصرت أستنى من القياس للقياس لحتى ألبس البدلة وأتفتل قدام المرايا وحس بحالي كأني صرت السلطانة يلمص. بس يا حصرتي، أمي ماتت قبل العرس بنهار وأنا غطست بالأسود. وبعد الأربعين لما إجا العريس ياخدني ضبيت البدلة بالبقجة والتفتت بدي ودع أبي، قام حنى راسه على كتفي وصار يبكي. ولما بلش يبكي صار اللولو يهر لحاله من البدلة ويتبحتر على الأرض برات البقجة. الشام بأربع تركانة صارت تقول إنه خليل أفندي ما بكي يوم ماتت مرته، بس بكي يوم طلعت بنته زهرية من البيت. كنت عروس سبع شهور لما ترملت، وكان أبوكي أول حركته ببطني. ولما ولدت أبي صار يدور بالحارة ويدق على البيوت باب باب ويبكي ويقول بنتي زهرية جابت صبي. فرح فرح تقولي كأنه الصبي ابنه، بس أنا وقتها حسيت كأنه صار في عندي اثنين. كل ما أطلع بأبي وشوف دموعه حسه صار ابني، وكل ما أطلع بابني وشوفه عما يكبر ويشتد عوده ويتبنى حسه صار أبي. وما لقيت إلا ومرق عمري وأنا بين الاثنين.
يلا بدي هون. شو جابك؟ عندي نازلة على القصر. في وحدة بتنزل على القصر يوم عرسها وبتحضر دعاوي. أعطيني أرقام الأساسات أنا بحضرهم عنك. اليوم في جلسة بالدعوة تبع صلاح الموافي مرفوع على التدقيق، يمكن تنفصل نهائي، لازم أحضرها. مرحبا. أهلي. أهلي أهلي. أنا شهد اليماني. أهلا. أحلى بكثير مما تخيلتك. بعرف. هذا هو الجنر يلي بيستهويه لرياض المرادي، المرأة يلي ثقتها بنفسها توب. إذا سمحتي أنا عندي ارتباطات ومستعجلة. بعرف إنه اليوم عرسك، بس بكير على ما تستعجلي النهاية. نهاية شو؟ نهايتك. عادة البنات بيفكروا إنه بالعرس بيتوجوا قصة حبهم وبيبلشوا حياتهم وبيكتبوا باقي البداية، بس بالحقيقة العرس بحياة أي بنت هو النهاية، نهايتها. عموماً أنا جيت مشان جيب لك هيدا الكادو، بلكي شي يوم من الأيام تتأملي وبتفكري فيه. لحظة، يا ريت تاخدي هديتك معك. كبيها إذا حبيتي. ما بدك تفتحيها؟ شو بده يكون فيها؟ شو بده يكون فيها يعني؟ شو هاد؟ آثار محاية. شو ماحية؟ ماحية اسمك؟ أستاذ رياض العمري؟ نعم أستاذ. الدعوة انفصلت وصدر فيها قرار نهائي باسم الشعب العربي في سوريا، أقرر تجريم المدعى عليه صلاح الموافي بجرم التعرض للآداب والأخلاق وفاقاً لأحكام المادة 518 والفقرة الثانية من المادة 208 من قانون العقوبات، الحكم عليه بالحبس لمدة سنة وبالغرامة المنصوص عنها قانوناً، إلزامه بدفع تعويض للمدعية الشخصية مبلغاً وقدره 50,000 ليرة سورية، وإلزامه بالرسوم والنفقات ومبلغ 200 ليرة سورية أتعاب محاماة. قراراً وجاهياً قابلاً للاستئناف صدر وأفهم علناً. شو معناته هذا الحكي أستاذ؟ بده يحبسوني؟ شو أول ما يصدر الحكم رأساً بدهم يحبسوه؟ ما سمعت القاضية شو قالت؟ لسه في قدامنا الاستئناف وبعد الاستئناف في النقض. يعني أنا هلأ شو أعمل؟ وضب دفع وتعال عندي على المكتب مشان استأنف لك، بس لا تتأخر لأنه إذا تأخرت وفاتت مدة الاستئناف بصير الحكم قطعي. لا تتأخر. مبروك عليك الحكم. ما بضيع حق ورام طالب. هذا هو شعار الدائم، فعلا ما بضيع حق ورام طالب. أهلين أستاذ سمير. كيف صحتك أستاذ فادي؟ تمام الحمد لله. كيف صحتك أستاذ؟ الحمد لله تمام. كيف صحتك؟ ماشي الحال، لساتنا عم نحفر بالصخر بدون ما نمل. طمنيني، قريت المقالات؟ أنو مقالات؟ ما قلت لها الأستاذة على الظرف يلي جبت لها إياه؟ حطيت لك إياه على مكتبي. على قد ما في أوراق وظروف فوق مكتبي، ما عم شوف شي من شي. ولا يهمك، حضرت لك مجموعة مقالات انكتبت عن مؤتمر المرأة والإبداع يلي صار عنا هون بالبلد. في من بيناتهم مقالة لإلي بعنوان بيدي لا بيدي عمر، استوحيتها من جملة مرة أنت قلتيها. بتصور إنه المقالات عموماً تستاهل إنك تفرغي لها شوي من وقتك. خلاص أكيد. بس بدك تعذر الأستاذة الفترة وبدك تبارك لها كمان. على شو؟ على أمرين، أولاً صدور الحكم لصالحها بقضية صلاح الموافي، وثانياً إنه اليوم عرسها. اليوم عرسها؟ هيك بيقولوا. مبروك. Thank you.
وقد زبر عمر رضي الله عنه امرأته لما راجعته وقال: ما أنت إلا لعبة في جانب البيت، إن كانت لنا إليك حاجة، وإلا جلست كما أنت. وقد قال عليه السلام في خيرات النساء: إن كنا صواحبات يوسف، يعني أن صرفكن أبا بكر عن التقدم في الصلاة ميل من كن عن الحق إلى الهوى. فالنساء فيهن شر، وشرهن فاشل، وكيدهن عظيم، والغالب عليهن سوء الخلق وركاكة العقل. وفي ذلك قال عليه السلام: مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم بين 100 غراب، والأعصم يعني الأبيض البطن. شايفتيني أنا؟ عروس بيقولوها بالأمثال، حلوة مثل العروس. هذا نقطك، العقد يلي لبسني يا أبي يوم اللي تجوزت.
هاتي تعال. عزفيلي بدي اياكي تعزفيلي. المدينة يلي عاش فيها هايدن وموتزارت وبيتوفن وشوبرت، يلي عم عيش فيها أحلى أيامات عمري. بس أكتر شغلة ظريفة صارت معنا ونحن بباريس إنه قدرنا عند آخر دقيقة نشتري بطاقات من السوق السوداء لحتى نحضر أوبرا كارمن وبيزيه. صحي روما متحف مفتوح تحت السماء وما بينشبع منا أبداً، بس مرادي صمم نروح على ميلانو مشان يزور متحف لاسكالا ويشوف الكلافيسان الحقيقي يلي تدرب عليه فيردي بطفولته. أما الشغلة يلي تفاجأت فيها فعلاً إنه مرادي مدد شهر العسل لحتى نقدر نروح على هامبورغ، المدينة يلي ولد فيها برامز، ومن هونيك فوراً على دوسلدورف آخر محطة لنا بأوروبا. أتنسي تسلمي لي على الكلمة. وهي سلام خاص من مرادي. مش الحال؟ مش الحال. هلأ أكيد فادي لما بيفتح إيميله بيطبع الصور بورجيهم لأن زهري. حبيتي دوسلدورف؟ هلأ مقارنة مع فيينا وباريس وروما ماني شايف إنه دوسلدورف فيها أي شيء خاص أو مميز. المدن مو بس بشوارعها وساحاتها وميدها، المدن بناسها، سواء الناس اللي عشنا معهم وحبيناهم بهالمدن أو الناس اللي رافقونا وصرنا معهم ذكريات. صعب كتير نتذكر هالمدن بدون ما نتذكر الناس اللي كانوا معنا لما زرناها. سبق وإجيت لهم؟ أكثر من مرة، بس إحساسي هالمرة مختلف. لذلك السبب اللي خلاني أصر إنه نجي أنا وياكي لهون هو رغبتي بإني كسر ذاكرتي القديمة عشان أخلق محلها ذاكرة جديدة معك. كانت معك؟ مو مهم السؤال ولا مهم الجواب. المهم يا أستاذي إنه هالمدينة شهدت علاقة حب عظيمة بالرجل العظيم اسمه برامز وسيدة اسمها كلارا شومان، كانت زوجة أستاذه وأكبر منه ب13 سنة. في واحد من تلاميذ فرويد عمل دراسة عن برامز وفسر سبب هالعلاقة بينه برامز عنده عقدة أوديب. واستمرت العلاقة رغم إن زوجة أستاذه؟ لا، شومان كان متوفي لما بلش الارتباط العاطفي بين برامز وكلارا، بس الارتباط تحول لعلاقة معقدة، معقدة جدا، فيها حب وكراهية وحنان وغيرة. يعني انتهى الحب وما استمرت العلاقة؟ لا لا، بالعكس العلاقة استمرت، بس بالحياة العلاقات لما بتستمر ما بتضل مثل ما هي، العلاقة بتتحول وبتاخد تسميات ومعاني جديدة. ما في حب بيضل حب، ما في حب ما بتشوه شائبة من الغيرة أو الكراهية أو أي مشاعر تانية بتلونه بس ما تضغى عليه، مثل الكافيه أولي اللي عم تشربيه. صحيح قوامه الأساسي قهوة بس في نكهة حليب،
يا ريت طلبت قهوة عادية لكم. بيكون فيها سكر؟ كنت شربتها سادة. ما زالك فيها مي؟ هلأ لا تحجزني، أنا بحبك وما بتصور إنه هذا الحب اللي جواتي فيه شوائب أو خليط، بس حب، إسانس حب صافي ومنقى وما له حدود. هأعترف لك بثلاث أسرار. شو هني؟ السر الأول أني من أول مرة شفتك فيها بجمعة البنات مع هادية، لما فتت على البيت رحت لعند أنا زهرية وقلت لها قلت لها أني التقيت بالشخص اللي رح أتجوزه. والسر الثاني أنك أنت السبب اللي خلاني أتلبك وأتبلكم وأنزل من السيارة وأقفله والمفاتيح جواتها. أما السر الثالث هو أني كنت قاعدة بسيارتي عم بستناك مشان أعطيك صور الملبس تبع المولد وإخلق الصدفة عامدة متعامدة. يا ملعونة. طيب وأنت؟ أنا شو؟ ما عندك أسرار بتخصني؟ لا ولا سر ولا نص سر؟ طيب بحبش دور إلا ما تلاقي هون أو هون أو هون. الله يخليك يحكي لي مشان الله مشان الله. الناس شالتني وما حطتني وبنين على قولك جوازي لأمريكا. شو فايدة تدفع أتعاب للمحامي إذا حكموك؟ بدي أدفع له مشان يستأنفني. أيوه، وإذا استأنفوا لك ضمان النتيجة؟ هو عم بيقول إنها مضمونة. يا حبيبي لو النتيجة مضمونة ما كانوا حكموك أصلا. شو يعني؟ بدك ياهم يحبسوني بس مشان ما تديني؟ شو شايفني قدامك أونسيس؟ بس دفع بسيطة مشان المحامي يقدر يتحرك، وأنا أول ما يوصلني خبر عن الوظيفة هديك تبع الخليج رح رجع لك كل شي دينتني واللي رح تديني إياه هلأ. يعني أحسن هالعلاج لمصدي هاد. أنا برأيي إنك تروح لعند المحامية. شو؟ شو بدي روح أعمل عندها؟ روح اعتذر منها وإلا إنك تربيت، إذا أسقطت حقها عنك ما بيعود في داعي أصلاً إنك تكب مصاريك على المحامي. وخبير واحد ثلاث خبراء من عنا، خبير بعينه الخصم، وخبير نحن بنعينه، وخبير بعين المحكمة. يا سيدي على بركة الله. ولا يهمك. لا تأخذنا أستاذ مين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هلا. مرحبا أستاذ. أهلين أستاذي، موجودة إذا بتريد. لا ما أنا موجودة، شو بتريد؟ يعني أنا جاي كنت اعتذر منها واستأسف، يعني بلكي بتسقط حقها. إمتى بتجي؟ الأستاذة برات البلد. برات البلد؟ بتطول لترجع؟ ما عندي فكرة. يا أستاذ دخيلك أنا بعرضك، والله أنا تربيت وتربت، الله وكيلك معك. يا ابني حكيك مع الأستاذة مو معي. في المعاملات الأوروبية اليوم متجاوزاً 400 شو يعني؟ المسألة ما بتقتصر بس على الترخيص للمجلات والجرائد غير الحكومية، لأنه في نية بالبلد لتأسيس إذاعات خاصة بجوز بعضها بلشي بس وما بتعرف، ممكن بالمستقبل كما فضائيات. بس من هون لا في شيء حي، بس من هون في شيء من برات البلد. بكير أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل أبدا. وإذا بكياني يكون متفائل كتير، أنا بظن إنه نحن مقبلين على حراك كتير ملحوظ وعلى كافة الأصعدة. شبك يا رجل، خذ المصارف مثلا، كم مصرف لهلأ صار فاتح؟ صح النوم. إيمك عن الصعيد الاقتصادي، في مقالات عم تنكتب وتنشر بالصحف المحلية تبعنا، جرعة النقد والانتقاد فيها كتير عالية وبتمس مسائل كان مسكوت عنها لفترات طويلة. والله إذا عم ينشروا مقالات من العيار التقيل مثل ما عم تقول نرجع نقرأ جرايدنا لكان. في جملة مؤشرات إيجابية لازم نتوقف عندها، ما لازم نمر عليها مرور الكرام،
لأنه بالنتيجة ما بتقدر تفصل الأمور عن بعضها. أي تعديل أو أي مواد مستحدثة مثلاً بقانون المصاري، أنا بشوف إنها وثيقة الصلة بقرارات استحداث لجان خاصة بالمرأة أو التعديلات الواردة على قانون المطبوعات. بدك فائل كثير ودقك الحمام. ظاهر أنت اللي تعودت على حالتك. صح، الكمون سبب الأحباط على كل الأصعدة، أحباط على المستوى الشخصي، أحباط نتيجة الصرف اللي نحن عايشينه. طلع على الماشيتا وانت حكومة يا سيادة القاضي. أحد المبادئ الأساسية المتبعة بأسلوب الإدارة بأهم الشركات اليابانية هو مبدأ استغلال الأخطاء المرتكبة عن طريق عزل مبدأ الخطأ، والهدف هو الوصول أو بلوغ مستوى صفر من الأخطاء، زيرو ديفكت. هذا هو النهج يلي بتقديري ممكن يوصلنا لنتيجة، لأنه معرفة الخطأ هو أول الطريق للتغيير والإصلاح، وهذه هي البداية. زيرو ديفكت. شو كتبت لك كمان؟ هذا كل شيء، سلام وكلام وشوية صور. فرجيني. خدي على مهلك على مهلك. وإمتى راجعي؟ قربوا، دوسلدورف آخر محطة. اشتقت لها يا فيروزة. لك حطي كزلك مشان تقدري تشوفي منيح. ما بدي، الكزلك ببشعني. لك عم حطي الصور من إيدك وروحي اعملي فنجان قهوة للضيف. يلعن شيطاني لا تواخذني، ما تقول إلا القهوة صارت عندك. يلا بالضبط. شو رايك؟ طبعا رايح. ليش مستغربة؟ كنت منك مبارح انه ما عندك اليوم جلسات بالقصر العدلي، قلت لحالي بحط الولد عندك. ما عندي جلسات، بس عندي اعمال ادارية متراكمة صعب اجلها. طيب والصغير وين بدي احطه؟ نسياني انك متزوجي محامي مو بيبي سيتر، حطيه عند جيراننا. لا 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 مستحيل، هذا الباب ما عاد افتحه على حالي نهائيا. مشكلتك ما بدك تفتحيه، لا تفتحيه، خليك هيك مسكر الابواب وسادي المنافذ وخانقه حالك وخانقتينا معك. بس لازم تعرفي انه وحده غيرك الين منك بشوي بشوي، ها كان بيطلع بايدها تجيب مربي خصوصي فلبينيه او اندونيسيه تدير بالها على الصغير، بس انت شاري التعب. ومشان شو؟ مو مشان شي، يا ريت مشان شي. ان شاء الله مفكره يا استاذي لما بينحكى عن الفساد القضائي بالبلد بيستثنوا اسمك وبيقولوا انتبهوا يا ناس، ها خلود الحيدري بريئه من هيك تهمه. الصالح رايح بالطالح، واحد بينزع سمعة مية، وانتي رايحة بالجملة، رايحة بالباي باي باي.